السلام عليكم موعد مباراة المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري في الجولة الأولى من بطولة دورة اتحاد شمال إفريقيا 2024 تحت 17 سنة والقنوات الناقلة للمباراة يشارك المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري في بطولة دورة اتحاد شمال إفريقيا إلى جانب كل من المنتخب التونسي والمنتخب المصري والمنتخب الليبي وسيواجه المنتخب المغربي المنتخب الجزائري في الجولة الأولى من بطولة دورة اتحاد شمال إفريقيا يوم الخميس 18 أبريل 2024 بالجزائر أما بالنسبة لتوقيت إجراء هذه المباراة فسيحدد لاحقا إن شاء الله ومن المنتظر يتم نقل مواجهات المغرب والجزائر على قناة الجزائرية السادسة